السلام عليكم متابعي قناة سمارت إديوكيشن. نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع فيديو تعليمي لنظام الحاسب الآلي، وكما وعدتكم في الفيديو السابق سوف نتكلم في هذا الفيديو عن كيفية ضبط الوقت والتاريخ في جهاز الحاسب الآلي. إذا أردت أن أضبط الوقت أو التاريخ لدي في جهاز الحاسب الآلي، فأقوم بالنزول إلى الشريط الأسفل هكذا، ثم أقوم بالضغط كليك يمين. نعيد الخطوة مرة أخرى، أنزل إلى القائمة السفلية أو شريط المهام السفلي لدي على سطح المكتب عند التاريخ والوقت هكذا، ثم أضغط كليك يمين على التاريخ والوقت، ثم أجد قائمة منبثقة هكذا. أختار الاختيار الثاني وهو Adjust Date and Time، أي ضبط الوقت والتاريخ. أقوم بالضغط عليها هكذا فتظهر لي هذه القائمة. هذه القائمة تظهر الوقت والساعة واليوم. هذا هو التاريخ ديت 5 يوليو 2022، والوقت الساعة 11:35. إذا أردت تغيير الوقت أو التاريخ فسأقوم بالضغط على Change Date and Time، ثم تظهر لي هذه القائمة المنبثقة الأخرى أو هذه النافذة المنبثقة، ولدي هنا التاريخ، وأستطيع أن أختار التاريخ الذي أريد على حسب السنة. كذلك إذا ضغطت على هذا السهم من ناحية اليمين فيظهر لدي الشهر التالي وهو شهر أغسطس وهو ترتيبه 8. إذا ضغطت على السهم من ناحية الشمال يظهر الشهر السابق وهو شهر يونيو، فأختار كيفية ضبط الوقت من هنا. هذا كيفية ضبط التاريخ. أما بالنسبة للتايم أو الوقت فضبطه من هذه الناحية، أستطيع التحديد وتغيير الوقت من هنا. هذه الساعة 11 والوقت لدي غير صحيح أو غير مضبوط، فأقوم بتغييره إلى الوقت الصحيح مثلا وهي الساعة 10 هكذا. بعد أن أؤكد أغير الساعة والدقيقة، أقوم بالضغط على مفتاح أوكي. نعيد الوقت كما كان وهي الساعة 11:36. فبعد أن أغير التاريخ والوقت أضغط على مفتاح أوكي. هكذا أكون قد قمت بتغيير أو بضبط الوقت والتاريخ. النقطة الأخرى، إذا كانت لدي مشكلة أخرى وهي بعد أن ضبطت الوقت والتاريخ أرجع فأجد أن الوقت والتاريخ كما هو لم يتغير. إذا لدي مشكلة أخرى وهو التايم زون، أي توقيت المكان أي الدولة، فلدي مشكلة، فيمكن أن تكون الدولة متغيرة لدي. فلتغيير التايم زون أو المنطقة الزمنية لدي لابد أن أقوم بالضغط على هذا الاختيار وهو Change Time Zone، أي تغيير المنطقة الزمنية لأختار المنطقة الزمنية الخاصة بدولتي. إذا ضغطنا على هذا الاختيار تظهر قائمة منبثقة هنا عن تظهر فيها التايم زون كما تروا. التايم زون لدي هنا مختارة كايرو أي القاهرة، وأنا لا أسكن في القاهرة أو لا أسكن في دولة جمهورية مصر العربية، فأبحث عن الدولة التي أسكن بها أو أعيش بها لكي يكون التوقيت لدي صحيحا مثلا. ولنفترض أنني أسكن في هاواي في أمريكا، أو في أي دولة، في البرازيل في برازيليا مثلا، فأقوم بالضغط على أو نختار دولة عربية مثلا لتقريب هذا الأمر. عمان مثلا، دولة عمان أو سلطنة عمان هكذا، أقوم بالضغط عليها. هكذا أكون قد اخترت التايم زون أو المنطقة الزمنية على حسب الدولة التي أسكن فيها، وأضغط على مفتاح أوكي. بعد أن ضغطت أجد هنا أن الوقت تلقائيا قد تم ضبطه، فأصبح الوقت 12:00، الساعة 12:38. إذن هكذا أكون قد قمت بضبط المنطقة الزمنية الخاصة بي على حسب دولة الإقامة التي أقيم فيها.
ثم أضغط بعد ذلك على مفتاح أوكي. هكذا نكون في هذا الفيديو قد تعرفنا بحول الله وقوته على كيفية ضبط الوقت والتاريخ على جهاز الحاسب الآلي. انتظروني في الفيديو القادم بإذن الله تعالى، وسوف نتحدث على كيفية تغيير كلمة السر في الواي فاي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.